الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. إزاي تسدد ضربة الحظر المباشرة بالطريقة الصحيحة؟ نركز كده مع بعض يا شباب. رجلك الثابتة بتفتحها زي ما انت شايف كده لزاوية خارجية، والرجل التانية بتقفلها بصبع رجلك التخين من جوه وتحطها على الزاوية البعيدة، وبكده تروح معاك مكان ما انت عايز بالظبط. نركز هنا تاني مع بعض في كرة تانية، هنشوف الوضعية الصحيحة بالظبط ازاي. زي ما شايفين رجلي التانية فتحت لبرا اهيت، ورجلي التانية قفلت بصابع رجلي الكبير بحطها في الزاوية البعيدة زي ما انتو شايفين كده. وبكده احنا وصلنا للنهاية. ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.